ها هي انطلاقة شوطنا الثالث عشر في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم، وهو الشوط الخاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل، مسافتنا المعتادة والمقررة لهذا السن في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير هي 8 كيلومترات. انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع، وجائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع مقدمة هذا الشوط، وأرى هناك أيضا الاندفاع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي على الصدارة، نتابع متعب تعود ملكيته ليمعى برحمة الدرمكي اللي على صدارة هذا الشوط، يليه اللي في المركز الثاني. أرى هني أيضا التدخل من لطام لملحان بن راشد بن حبيبة المري في ثاني المراكز، الدور دور المركز الثالث. نتابع ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، وعلى المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التحدي والانطلاق مع هذا الرقص المسائي الجميل اللي قدمنه الثنايا الجعدان المحليات الأصايل. نتابع المركز الثالث، اللي في المركز الثالث أرى التدخل من شعار تركي بن غلاب العتيبي، من يتدخل أيضا في هذه اللحظات مع صوغان. وعلى المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هملول لسيب بن محمد بن زايد الخيارين، نتابع خامس المراكز. وعلى المركز الخامس شاهين لراشد بن محمد بن سعيد النعيمي، من يتدخل على خامس المراكز. نقلتنا التالية على المركز السادس، ومياس لسيب بن مسفر العميمي في سادس المراكز، وأرهني النمر من يتدخل في هذه اللحظات على المركز السابع، تعود ملكية الهيام بن عبد الله بن ركاض العامري الدور دور المركز الثامن. نتابع ثامن المراكز، وأرى التدخل أيضا من شعار محمد بن خادم المنصوري، من يتدخل في هذه اللحظات على ثامن المراكز. من الجانب الآخر نقلتنا التالية على المركز التاسع، يهزن ساحة الميدان ثقل بطرة فهن جنحان مداهن يتعب الأنظار. نتابع تاسع المراكز، وأرى التدخل في هذه اللحظات من ظبيان الهلال بن عبد الله العامري في تاسع المراكز. وعلى المركز العاشر، اللي في المركز العاشر صغان محمد بن برقان بن مجارح المري، من يتدخل في هذه اللحظات على عاشر المراكز. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى الصدارة، نتابع مقدمة هذا الشوط، وأرى هناك أيضا الاندفاع مشاهدينا متابعينا الكرام الواضح منذ البداية على المقدمة. نسير بصدارة هذا الشوط، وأرى التحدي من متعب ليمعى برحمة الدرمكي اللي على صدارة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المسائي الجميل والرائع. نتابع المركز الثاني، وعلى ثاني المراكز، اللي في المركز الثاني هملول لسيب بن محمد بن زايد الخيارين، من يتدخل على ثاني المراكز. النقلة التالية على المركز الثالث،
نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام ثالث المراكز وأرى التدخل في هذه اللحظات من لطام لملحان بن راشد بن حبيب المري في ثالث المراكز. نتابع مباشرة المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا التحدي الجميل والرائع. نتابع رابع المراكز وأرى القدوم في هذه اللحظات من شاهين لراشد بن محمد بن سعيد النعيمي من يتدخل على المركز الرابع أيضا لا يستهان به من الأسامي اللامعة. وعلى المركز الخامس من الجانب الآخر غريب لمحمد بن خادم المنصوري الدودو المركز السادس. وأرى النمر لنهياب بن عبد الله بن ركاب العامرياتي سادسا الدور المركز السابع. على المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام أرى التحدي في هذه اللحظات والانطلاق من مياس للسيب بن مسفر العميمي السبع المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام اللي بتعدل ابتعاد كلي عن البقية. نتابع الصدارة ونعود إلى مقدمة هذا الشوط والتحدي الرائع ومتعب على الصدارة متعب على مقدمة هذا الشوط مع هذا الرقص المسائي الجميل. وهل يتعب الجميع مع هذا الأداء المتميز يمع برحمة الدرمكي في متابعة وانطلاقة متعب على الصدارة. يليه اللي في المركز الثاني أرهني هملول للسيب بن محمد بن زايد الخيارين على ثاني المراكز. وأرى التحدي أرى الهجوم في هذه اللحظات من لطام لملحان بن راشد بن حبيب المري التدخل أيضا من غريب لمحمد بن خادم المنصوري من يتدخل في هذه اللحظات على المركز الرابع. وخامسا من الجانب الآخر النمر لنهياب بن عبد الله بن ركاب العامري لتصبح الكوكبة خماسية والصراع خماسي على المركز الأول والخمس المراكز الأولى اللي انفصل المشاهدين متابعينا الكرام. نتابع سادس المراكز وفي المركز السادس اللي في المركز السادس شاهين لراشد بن محمد بن سعيد النعيمي من يتدخل في هذه اللحظات مباشرة على سادس المراكز. نتابع وننتقل إلى المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع التدخل في هذه اللحظات والهجوم من شعار سيب بن مسفر العميمي من يتدخل على المركز السابع ثامنا اللي في المركز الثامن شاهين لراشد بن محمد بن سعيد النعيمي. وعلى المركز التاسع صغان لمحمد بن برقان بن مجارح المري. وعاشرا أرى هناك همام لعلي بن سالم بوظفيره العامري من يتدخل في هذه اللحظات على المركز العاشر. ندان الأخير للعشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. مغادرتنا في هذه اللحظات ونغترب ونعادل لوحة 2 كيلومترات العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. ولكن أرى هناك أيضا هملول اللي انطلق إلى الصدارة انطلق إلى المقدمة في تحدي مع النمر وهملول هملول والنمر. ولكن النمر من بدأ يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط لنهياب بن عبد الله بن ركاب العامري. هدي يا اخوي المسافة 2 كيلومترات بعده ما تبقى عن خط النهاية. نتابع المركز الثاني وأرى هملول لسيب بن محمد بن زايد الخيارين. وعلى المركز الثالث غريب لمحمد بن خادم المنصوري. نتابع المركز الرابع وأرى التسلل من لطام لملحان بن راشد بن حبيبة المري. صوغان قادم بكل قوة لمحمد بن برقان بن مجارح المري من يتدخل أيضا وينطلق من مركز إلى مركز ينطلق إلى خامس المراكز في هذه اللحظات. التحدي مشاهدينا متابعينا الكروم والنمر النمر على الصدارة النمر على المقدمة
انما المشاهدين متابعينا الكرام للهيان بن عبد الله بن ركاب العامري من يقود المجموعه. وهدي اعصابك يا اخوي، هدي اعصابك يا اخوي مع هذا الاداء المتميز اللي قدمه النمر. نتابع حملون للسيف بن محمد بن زايد الخيارين من يتدخل في هذه اللحظات وينطلق الى الصداره. يا سلام هملول 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 من يتدخل الى مقدمه هذا الشوط. السيف بن محمد بن زايد الخيارين النمر في المركز الثاني لنهيان بن عبد الله بن ركاب العامري. وعلى المركز الثالث نتابع ثالث المراكز غريب لمحمد بن خادم المنصوري على التدخل من صغان محمد بن برقان بن مجارح المري من ينطلق الى المركز الثالث. واردت سلل ايضا والهجوم من مياس للسيف بن مسفر العميمي. ولكن لنا عوده مع الصداره والبدايه والمقدمه المقدمه بالفعل مع هملول والسلاله. سلاله هملول سلاله غنيه عن التعريف. وها هو هملول يتجه اتجاه سليم واتجاه صحيح الى خط النهايه. سيف بن محمد بن زايد الخيارين في متابعه وانطلاقه هملول على الصدارة. تهانينا تهانينا للأشقاء بدولة قطر الشقيقة على هذا الفوز المستحق لهملول في هذا الشوط، شوطنا الثالث عشر شوط الجعدان المحليات الأصاية. تهانينا لسيف بن محمد بن زايد الخيارين على فوز هملول. وسلام يا الدوحة، سلام تحية واحترام مع هذا الأداء المتميز اللي قدمه هملول ولحظات وصوله واغترابه إلى خط النهاية بدون أي منافس. تهانينا لسيف بن محمد بن زايد الخيارين على فوز هملول بالمركز الأول، بينما اللي وصل في المركز الثاني صوغان محمد بن برقان بن مجارح. المركز الثالث يصل فيه غريب محمد بن خادم المنصوري. والمركز الرابع لنهيان بن عبد الله بن ركاب العامري. المركز الخامس سيف بن مسفر العميمي. المركز السادس اللي يصل في المركز السادس لعلي بن سالم بظفيرة العامري. المركز السابع لمنحام بن راشد بن حبيبه المري. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول هملول الى خط النهايه. يقطع المسافه 13 دقيقه 9 ثواني جزء واحد من الثانيه. تهاني للسيف بن محمد بن زايد الخيارين، بينما اللي وصل في المركز الثاني. هلا يا مرحبا مليار. تابع ثاني المراكز والتوقيت الزمني اللي هو صوغان. يقطع المسافه 13 دقيقه 18 ثانيه جزء من الثانيه. ثاني لمحمد بن برقان بن مجارح المري. واللي وصل المركز الثالث غريب لمحمد بن خادم المنصوري. 13 دقيقه 18 ثانيه ثلاث اجزاء من الثانيه توقيت الزمني. المسافه 8 كيلو مترات في هذه اللحظات. اعود بالكلمه للزميل حمد بالضيب الشام. هلا باهل الكرم والطيب من اهل الدار.